داكشي اللي بغيتي حنا تنسمعوك هسه. المهم انا متزوجه دابا تقريبا 11 عام ما شاء الله. 11 عام ديال العذاب، 11 عام ديال الكفاح، 11 عام ديال بزاف ديال الحوايج، ديال الصبر بجميع الطرق، الصبر المعنوي والصبر بجميع الطرق. هاد الثلاث سنين الاخرى تتقلب حياتي سفال على الزوج ديالي، كان خدام بخير ما كان خاصو حتى شي خير، كان خدام مزيان، شويه ما بقاش بغى يخدم. علاش ولا تيقول انا ما بقاش بغى يخدم صافي، ولا تيقول انا بغيت نمشي لبرا. مع العلم انه كان كيحماق على خدم السوق، كان يعني مستحيل، يعني ما كانش كيبغي زعما يعني يبطل خدمته ولا شي حاجه. حتى شويه ما بقاش بغى يخدم، بغى يمشي لبرا، ولا ثاني ديك الفكره ديال انه يمشي لبرا درس خالي في مخه. كنت واحد الايامات كان عندي عزيز اخويا، شويه كنت انا هنا في دارنا هضرت معاه في الليل عادي بخير، الصباح ملي مشيت للدار باش غادي نمشي من تما للعرس ما لقيتش راجلي. ملي صونيت عليه قلت ليه فين مشيتي، قال لي صافي انا مشيت في حالتي. حرق فين مشيتي؟ كان ناوي يحرق. اوكي كان عنده فلوس في الدار، حطهم عندي في الدار، هز كل شيء، ما خلى لا درهم لا جوج، وزاد قلت ليه علاش هادشي كامل، يعني من بغيتي تمشي سير القانوني، علاش تمشي يعني هكا ولا دير هاد الحركة، كامل سير قانوني. كان رافض الفكرة. المهم داز شي سيمانة، كان هو في مولاي بوسلهام، كان ناوي يحرق من تما، ما تيسرش ليه الأمر، رجع في حالاته. من موراها من ديك الساعة حياتنا تقلبت سفالة على، من ديك الساعة هو ما عرفتش واش كان داك شي طبيعي أو لكن كيمثل، الله أعلم. سيد ولا كنصوني عليه فينك، حتى كنلقاه إما في القصر الكبير إما في طنجة، كل مرة فين كنلقاه صافي. السيد ما بقاش نهائيا باغي يجي للدار، إلا جا للدار كيجلس سيمانة جوج ويزيد، ما تيقولش لينا فين غادي. شوية يعني من عائلته والدي خوته كل شيء كي باغي يعاونوا، باغي يعرفوا يعني مالو السيد، ما بقاش على طبيعته، ما بقاش حامل ولاد، ما بقاش حامل حتى شي حاجه في الدار. ظنينا انه مريض، بقاو كيديو لعند الفقهات، يديو لعند الرقات، ما خلينا ما درنا عليه. صافي السيد يعني ولا كيصرف من الفلوس ديالو، ما بقى لا خدام لا والو، الفلوس ولات بشويه بشويه كتمشي شويه بشويه. قال غنمشي لتركيا، نحرق من تركيا. قلنا ماشي مشكل، قلت لي صافي سير عاونتو، ومشى خدا البي ديالو صافي باش يمشي من تركيا، صافي من تما يعني يبدا حياه جديده. السيمانة اللي غادي نمشي فيها لتركيا جا عندي للدار، كنت انا جالسة في الدار، جا هز مليون من الدار خرج، صونيت عليه قلت لي فين غادي في الليل، قال لي لا انا جاي. قلت لي واخا، مشى لعند واحد السيدة دق عليها، شافها بان راجلها ما كاينش،
دق عليها وحاول انه يدخل عندها. كيفاش بغى يدخل عندها الدار؟ شي وحده مزوجه بغى يدخل عندها الدار؟ شنو تعرفها؟ جارتهم، جارت الوالده ديالتهم. اها كيدق عليها، هي كتقول له سير بعد مني، هو تيقول لها لا انا فاك بغيت ندخل. قالت لي شنو بغيتي مني؟ قال لها انا رجبت معايا مليون، نعطيك مليون واعطيني اللي بغيت. المهم داز ديك الليله في الصباح، هو شاف جا في الليله، هو هضرت مع عمر قال لي ما ماليش. الصباح جا صونوا عليا دارهم، قالوا لي راه البوليس راه جاوا لعندنا انا الزنقه وكيقلبوا عليه. قلت لهم علاش شنو واقع؟ قالوا لي راه ما عرفت شنو داير مع واحد السيده راه جاتنا هنايا، ما عرفت شنو داير، مشات ديكلارات بي. ملي قلت ليها شنو كاين شنو كاين، فيقت قلت ليه نوض راه شنو وقع وشنو وقع. قال لي ما كاين حتى شي حاجه. قال لي انا نمشي نشوف شنو كاين. خرج هرب. ملي مشيت كنكتشف ان السيد دار هكايا، والسيده مشات ديكلارات بي حيت بغات تحرش بها. مهم سيمانة ديال العذاب، سيمانة ديال كنحاولوا على الناس ندخلوا، تصورك تندخل عند الراجل ديال المرأة تنحاول عليه، تنبوس ليه يديه وتنبوس ليه راسه باش يمشي ويسمحوا ليه، حيت هو ديك السيمانة كانت عنده طيارة باش يمشي لتركيا. المهم بعد يعني سيمانة وحنا كنعرفتي متصورش، واخا نعيا نوصف ليك انني انا كنحاول على راجل ديال المراه اللي راجلي بغى يدخل عندها. اوكاك وسمحوا ليه ومشينا ودرنا التنازل، داروا ليه التنازل ومشى لتركيا. مشى لتركيا، دوز المره الاولى ما نجحش ليه، المره الثانيه ما نجحتش ليه، المره الثالثه ما نجحتش ليه. 3 شهور تقريبا ونص هو في تركيا. رجع في حاله المغرب. ملي رجع في حاله المغرب أدى المعاناة الكبيرة. يعني السيد محطم نفسيا ومعنويا. وفاش اسمحي لي قبل ما نوصلوا لهاد المرحلة هادي، فاش قلتي لي علاش مشيتي عند مرات الراجل ومشيتي وقلتي لها كاين مليون وهادي، واش جاوبك هو؟ قال لي انا كنت داير مع صاحبي، ضحكت انا وياه وقال لي واش تقدر تمشي ولا ما تقدرش، درناها خطر، انا ما كنتش ناوي ندير شي حاجه. ومع العلم ان يعني هادشي كاع اللي قلت لك، يعني حنا كنقولوا راه السيد مريض، يعني شي حد دير ليه شي حاجه حتى كيدير هادشي حيت هو ما كيتصرفش بهاد الفضاعه هادي. جام تركيا السيد ولا واحد اخر ما كيهضر ما والو، ما تيخرج. تصور لي الكامل ديال كامل، شاد التليفون الصباح كينوض مع 6 الصباح تيخرج تيمشي تيبقى غير كيتمشى تمشى تمشى، ملي تيبدا يطلع النهار تيرجع في حالته للدار. شويه السيد بدا كيفيق عاوتاني من ديك الغيبوبه اللي كان فيها، يعني رجع محطم وكلشي كيضحك عليه وكلشي يعني كيتشفع فيه وكلشي، بدا كيفيق من الغيبوبه ولا سي تيخرج تيهضر تي ولا سي عاوتاني مشى للناظور بغى يحرق من الناظور. مين بغى يحرق من الناظور؟ كانت الوالده ديالته في العمره، مشات للعمره بقى كيتسنى الوالده ديالته حتى جات من العمره. نهار اللي جات الله غد ليه انا كنت في دارهم، صون عليا قال لي واش نتي كاينه في الدار عند امي؟ قلت ليه اه. قال لي صافي. قلت ليه علاش؟ قال لي لا والو. في الليل كنتسناوه يجي تعشى، كنتسناوه يجي كنتسناوه يجي، ما جاش. وصلني خوه الطنابل للدار، تلقى السيد ما كاينش، هز ليا البراسلي ديالي ومشى، حيت ما كانش عنده الفلوس، والفلوس اللي كانت كامله اللي باقا ديالته كانت عندي انا مخبيها. هز ليا البراسلي ديالي ومشى. ملي صونيت عليه كنلقاه هرس النمره ديالته طفاها،
هز حوايجو كامل، الباسبور ديالو، لا كارت، اي حاجه تتعلق به في الدار، هزها ومشى. داز تقريبا شي 2 سيمانات هو عيط، كان اعتذر سمحي لي اني هادي 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 راه هكا بغيت نمشي، انا مبقيتش حامل هنايا، انا الا بغيتي تمشي معايا، الا بغيتي تمشي معايا نجي. فين تمشي معاه؟ نحرق معاه. من تركيا؟ لا، من البحر يعني، في لوكا ولا في شي زودياك ولا شي حاجه. المهم بقيت انا تنفكر مع نفسي، كنقول اني صافي انا ضايعه ضايعه، ما كاين شي حاجه، ما كاينش شي حل، وعندي جوج بنيتات شنو غندير؟ صافي واحد الليله تصور، واحد الليله الليل كامل كنبكي، الليل كامل. الصباح صونيت على اختي، قلت لها اختي رانا قررت واحد القرار، وقبل ما قبل ما ننفذو انا بغيت نقوله لك. قالت لي شنو هو؟ قلت لها شنو كاين شنو كاين، انا غادي نمشي معاه. تحرقي؟ اه صونيت عليه، قلت لي صافي داكشي اللي بغيتي انا راه تقبلته، ورانا بغيت صافي اجي. قال لي متاكده انك بغيتي؟ قلت لي اه متاكده انا بغيت. جال عندي الدار، جال عندي الدار صافي، يعني انا وياه راه نمشيو، هادشي اللي دايرين في راسنا انا وياه غادي نمشيو، ما غنقولها حتى شي واحد ولادك من غير الوالده ديالي، حتى هما انا كنت غنديو معايا. في الاول السيد كان كيقلب على يعني اللي غيدينا نبيعو الدار، كان عنده الدار، نبيعو الدار بارت مدينة ونمشيو كاملين يعني في امان. تقريبا واحد 20 يوم هو تيقلب هكا باش نمشيو كاملين. شويه السيد ولات تتبان ليه كونترا، مابقاش كيبان ليه اننا نمشيو معاه وداكشي، ولات تتبان ليه كونترا. شويه ولا تيقول لي اه صافي حكا راه هكا غادي يكون خطر علينا وعلى وليداتنا وعليك، ودابا راه نشوف كيفاش ندير شي كونطرا، نمشي انا وياك حكا وهادي وهادي. قلت ليه ولكن كونطرا؟ قلت ليه باش شنو كونطرا؟ راه ما يمكنش ندي ولادي، انا فين نخلي ولادي؟ ما يمكنش نخلي ولادي مورايا وباقي صغار. السيد كيقول لي انا هضره، وتلقاه داير هضره اخرى. انا ملي كان كيمشي يغبر ديك الغبره اللي كيغبر سيمانه جوج باش كنا كنقلبوا عليه، كنت درت ليه واحد الابليكاسيون في التليفون يعني فين ما كان تيعطيني راه فين كاين هذا السيد، وكنت دايره ليه واحد الابليكاسيون ديال الواتساب يعني مع من ما هضر كيوصلني باش كنعرفو فين كاين وتمشي نجيبوه. وكانت واخا مشى لتركيا ورجع ديك الابليكاسيون بقات في التليفون. تلقى السيد تيهضرت يعني كيتفق مع ناس انه غادي يمشي يقلب على كونترا راسه بوحديتو، يعني كان بغي يبيع الدار على ظهري ويمشي هو بكونترا. وانا نواجه قلت ليها شنو كاين شنو كاين، رانا دايره لك ابليكاسيون راه شنو لقيت فاش لقيت. تصدم السيد وما تقبلهاش، ولا كي تغوات وتيهرس المعان، ومهم واحد الحلم علاش زعما ندير لي بحال هكا. من مور هاديك ولا السيد واحد اخر تبدل، تصور كانت ساكنه فوق منا واحد السيده يعني باش نقول لك خارجه الطريق، عندها جوج وليدات عمرها متزوجات، وكانت ساكنه فوق منا كاريه في دار. السيد ديما تيسولني عليها، تيقول لي واحد السيده راه كيفاش كيفاش واش ما عندهاش راجل. انا على نيتي كنجاوب، قلت ليه لا راه اللي فهمنا انها ما عندهاش، وراه شنو شنو انا نيتي. واحد الليله انا عارفه راجلي تيبات لي كامل سهران، يعني واحد الليله كان في خمك لقاش راجلي هدايا. فين مشى؟ كنعيط ما نشوف الباب محلوله ديال الدار، حنايا في الدار انا ولادو باب محلوله. السيده اللي حدايا تتصوني عليا، من الباب ديالكم محلول؟ قالت لي راه راجلي خرج على حساب باش يمشي يصلي الفجر، كيلقى الباب محلول، شنو واقعيك؟ ما وقع لكم شي حاجه؟ قلت لها لا، قلت لها وقيلا غير راجلي خرج. شويه السيد جا كيقفقف، مالك فين كنتي؟ حكا راه طلعت على السطح.
المهم دازت هذيك، واخا انا شكيت ان كاين في الموضوع شي حاجه، شكيت راه كاينه شي حاجه. دازت من موراها بيومين وانا نقولها ليه، قلت ليه بغيت نعرف ديك الليله شنو وقع، فين كنتي ديك الليله. المهم هي ما يخبي في الاخر هو يقولها ليه، قال لي راه ديك الليله راه كانت واحد السيد، ديك السيده اللي الفوق كان عندها شي واحد، ومن اللي هبط طلعت انا دقيت عليها وبغيت تحل لي الباب. وراه قبل من هذا الشيء مني كنتي في داركم واحد الوقيته، راه انا طلعت لعندها ولحت لها النمره من تحت الباب، هزت هي النمره ودارتها لي في النمره ديالته، هو دارتها لي في الجوا ديال الموضوع وخشاتها لي من تحت الباب، زعما انا ما بغيتكش. قلت لي كتقول لي هادشي كامل وشنو باي معنى وباي طريقه، شنو زعما اش كتحس باش تحس؟ قال لي انا تنغلط، انا ما عرفش راسي مالي، انا راه بعض المرات كنتصرف في شي حاجه ما عرفش راسي مالي، ديما تيلوم راسو زعما على اساس انه انسان مريض. مهم دازت ليام وليام، صافي مني عرفناه عرفته بانه ما غاديش نهائيا ما غاديش يجلس هنا في الضعف دينتو، جربت مع جميع الطرق ما بغاش يجلس. صافي قلت ليه شوف شي رحل راسك، انت ما خدامش الفلوس كتسقي غتسالي صافي ما بقاش. قال لي صافي انا غادي اما نبيع الدار اما نرهنها ونمشي. قلت ليه وانا؟ قال لي انت غادي تمشي لداركم وغادي منين غادي نمشي ان شاء الله غادي نبقى بشويه بشويه نصيفط لك الفلوس وتتقدي امورك، وديك الساعه نقاد لك اوراقك انت ولادك ونجيبك لعندي. قلت لي انا اللي بغيتي يديرو صافي، حياتك هذيك اللي بغيتيها ديرها. المهم اتفقنا انا وياه يعني من في الاخر ديال العام اللي فات غادي رهنوا الدار، يعني غيفوت العيد الكبير غنجي انا نرحل لدارنا هو غادي يمشي، يعني كان مول الكونترا اللي لقى الكونترا قال لي شهر 8 غادي تمشي. رهنا الدار ب 11 مليون، بقات عندي انا 3 مليون في الكونت و 8 مليون عطاها المول الكونترا خلصها كاش. من ديك الوقت من شهر 8 لدابا هو كيجرجر فيه مول الكونترا، بعنا الحوايج ديال الدار كاملين وجلست انا في دارنا انا ولادي، فلوس تسالات، هو جالس في دارهم انا جالسه في دارنا. كيجي عندي كان في الايام الاولى كان كيجي عندي هنا لدارنا، يعني شنقول لك راه كان عامله بحال يعني هو مول الدار. في اخر تقريبا نقول لك دابا شهر، نقول لك شهر ونص، جا عندي كان في دارهم وجا عندي، تلقى مسح الواتساب. ملي سولته قلت ليه شنو كاين شنو واقع، قال لي لما حكا راه تنخربق في التليفون ومشى لي الواتساب. انا شكيت راه كاينه شي حاجه تما، بقيت نقلب في التليفون لقيت واحد النمره فيها تصويره ديال البنت، رديت الواتساب هزيت ديك النمره منين هضرت معاها لقيتها يعني سيده عندها 16 عام. منين هضرت معاها قالت لي واش كنتي، قلت لها انا مرات فلان، قالت لي اصلا كنت نقلب على كيفاش ندير نلقى مرتو ولا شي حتى تيجي باش نهضر معاه. قلت لها شنو واقع، قالت لي انت انا صيفطت لك لي زوديو ديالو وانت حكمي. صيفطت لي الاوديو ديالو كامل كيفاش السيد تهضر معاها، قال لها انا تنطلق وانا مبقيتش باغي مرتي وانا وياها ما فاهمينش وانتي كتحمقيني وتتسطيني، ما المهم شي هضره. 16 عام عندها 16 عام شي هضره راه ما تسمعش، شي هضره شنقول لك ماشي هضره ما تسمعش. قال عليها تحاول عليها السيد زعما باش تكون معاه في علاقه على اساس زعما راه كيحماق عليها، فهمتي؟ في الاخر من اللي ما بغاتش تهضر معاهم ورفضاتو، قال لي صافي على الاقل يعني نمرتك غير تبقى عندي نبقاو انا وانت اصدقاء، ما بغاتش هي رفضات. من اللي واجهته بالامر في الاول رفض، قال لي الحق ماشي انا. شويه من اللي صيفط ليه الدليل قال لي انا كنت كنضحك، صافي هنا
خديت قرار في حياتي انني صافي، يعني هادشي دابا اللي عاودت لك راه غير نقطة من البحر، اما راه كاين بزاف ديال التفاصيل اللي شنقول لك. خذي راحتك، الا بغيتي تعاودي خذي راحتك. حاليا دابا انا قاطع الاتصال به حيت صافي بغيت نحبس هاد العلاقة وبغيت نحبس هاد المهزلة اللي درت في حياتي. يعني انا غمضت عيني على شحال من حاجة، يعني السيد طغى ولا كيدير شي امور اللي يعني صافي بحال قلتي كيقول لها مع راسو هاد السيد راه ضامن 100%. شنو ما درت في حياتي، شنو ما درت في حياتي هاد السيد راه غتسمح ليا، شنو ما درت في حياتي هاد السيد غتسمح ليا. دابا من النهار اللي انا رفضت العلاقه ديالي به وقلت لي انا صافي راه غادي نطلق منك وما بقيتش بغيتك، من داك النهار والسيد عطاها غير السكره شراب تقريبا هذه واحد سيمانه ولا جوج سيمانات. كان في واحد العرس ديال العائله ديالو، واحد السيد ولد خالته كيهضر معايا قال لي راه الليل كامل ودخل وسط العرس ومدرجليه وجالس كيبكي وتيقول لهم انا بغيت مراتي، انا بغيت ولادي، دمرت حياتي، دمرت مراتي، المهم شي الفاظ بحال هكا. طاحني في داك العرس، تهرس من كتفو بقوه ما سكر بزاف. دابا صافي شنقول لك، حبس بقيت صافي، بقيت بغيت ندير حتى شي حاجه، راسي عمر ما عرفتش راسي شنو غادي ندير، شنو خصني ندير. هو رافض نهائيا الفكره ديال الطلاق، كذبش عليك ما عرفش شنو خصني ندير. سلمى، الو، كنسمعك. شحال عندك ديال الوليدات يا سلمى؟ زوج بنيتات. زوج بنيتات، الله يخليهم لك يا ربي وتتشوفي ولاد وليداتهم ان شاء الله. امين ان شاء الله. بعض المرات خاصنا نسامحه، مادام انا شتيه بان بحال نقولوا رب يمكن يكون ندام، تقدر هذه تكون في قاتو، تقدر هذه شي مرات نسامحه ماشي على قبلنا، انما نقدر نسامحه على ود ولادنا، نقدروا نعطيو فرصه على وجه ولادنا. ولكن عطيت فرصه بزاف، عطيت فرصه عليه. انا ما نكذبش عليك، درتي اكثر من جهدك، هادشي اللي عاودت لي درتي اكثر من جهدك. انا نقطه من البحر، درتي اكثر من جهدك، ما ساهلش انك يجيو عندك البوليس يقولوا لك راه مع مرا اخرى، بغى يدخل على مرا اخرى ويقول لك راه مشيت عطيت النمره و16 عام وهادشي، ولكن ما نكذبوش على الله حيت انت اصلا ما درتيش رد الفعل من الاول، ما فيقتيش بحال نقولوا ما صرفقتيش، حيت كون النهار الاول وقفتي البيضة عن الطاس نظن يكون فاق، ولكن هو قلتي واحد الكلمه زوينه قبيلات، هذيك انا ضمنتها اللي درتها لها غتقول اه، اللي قلتها لها غتقول اه، واللي دار اه 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 ياك ضمنك. شوف دابا ملي نحس بانه غيخسرك ولكن ما كتبش عليك، واخا خدر هو هادشي كامل، واخا راه يوميا تيصوني ويوميا تيبكي ويوميا، راه ما نقولش لك ما نكذبش عليك، انا نهائيا ما بقيت نحس من جهته حتى شي حاجه، برد قلبي من جهته لواحد الدرجه اللي صافي ما نكذبش عليك ما بقاش كيبان ليا بقوه ما دوز عليا، راه صبرت معاه لواحد الدرجه راه ما تصورش، راه كنا ساكنين مع دارهم عامين، من مور ديك العامين خرجنا للكرة كريت مع بيت وكوزينة مع الجيران، تصور يعني دار فيها بيت وكوزينة مسدود علينا باب واحد وطواليت على برا وديالنا مشروكين، وهذيك السيدة اللي كانت ساكنة حدايا حتى هي مجوجة هي وراجلها، وكانت عندي غير بنتي صغيرة وحدة، وهي كانت عندها بنت صغيرة كانت تمشي تخدم وكيبقى راجلها في الدار، وهو كان كيمشي يخدم وكنبقى انا بوحدي في الدار، تتبقى باب وحده مسدوده عليا انا وداك السيد، يعني كان في امكاني نغدره وهو ما يسقش لي الخبر نهائيا، ولكن مع ذلك
الحمد لله على التربيه اللي رباني ربي ورباوني والديا. برافو عليك. شنو نقول لك؟ تتمنى من الناس اللي تيتفرجوا كلشي داي معاك، تمنى ربي انا يسهل عليك ويدير لك اللي فيها الخير. أمين. انا ما غاديش نقول لك واش تطلقي ولا لا، انا خديت واحد العهد في هذا البرنامج عمرني غادي نقول ديك كلمه تطلقي، لان ما تعلم ما بين الرجل والمراه غير الله، وما تعرف لي قلب في قلبك وفي قلبه غير ربي. فهاد الكلمه ديال تطلقي هي صعيب الواحد يقولها. انا تنظن تيقول لك قل خير انا وصمت. وحتى الحاج بعض المرات تنشوف بان بزاف ديال العيالات يكون خاصة تطلق وما تنقدرش نقولها، لان كلمه صعيبه ماشي سهله انك تقولها لشي انسان ولا تشجعه عليها.